هنفتح دلوقتي الصورة رقم 8 اسمها دون وي. خلاص كلنا فتحنا الصورة دلوقتي. هنبدأ نتعامل من التول بوكس. طبعا الأول أربع أول ثلاث تولز طبعا سيلف اكسبلانتوري، يعني التعامل معاها واضح جدا أو استخدامهم واضح إزاي. هنبدأ نتعامل مع الكروب تول. الكروب تول دي أداة بتخليني أقدر أعمل ريسايزنج للصورة بتاعتي أو تغيير في الحجم والمقاسات بتاعتها. الكروب تول دي أداة مش ديستراكتيف. ليه؟ هفهمكم دلوقتي. أنا ممكن أغير نسبة عرض الصورة بتاعتي أو النسبة بتاعت الصورة دي، ولو جينا نبص فوق هنا هنلاقي إن في أوبشن اسمه ديليت كروبت بيكسلز. يعني أنا وأنا بعمل كروب للبوردرز بتاعت الصورة دي أو لحدود الصورة دي، ممكن أختار إن أنا لما أعمل كروب الحاجات دي تختفي خالص، وفي الحالة دي بقى ديستراكتيف، أو إن أنا ما دلتهمش وأسيبهم بعدين في حالة مثلا إن أنا قررت أرجع في الخطوات بتاعتي او ارجع في خطواتي بعد كده في الايديت فما تختفيش. فانا لو دوست صح دلوقتي الصوره اتعمل لها كروب بالابعاد اللي انا كنت عاوزها، وفي اي وقت لو انا جيت اخترت الكروب تول ودوست في الصوره هبص هلاقي ان الاجزاء اللي انا حذفتها من الصوره او اللي ما بقتش ظاهره معايا لسه ما زالت موجوده ما اتمسحتش. بمعنى ان انا مثلا لو عايز ارجع في الكروب ده تاني اقوم رايح اعمل كده وادوس اوكي فالاجزاء لسه موجوده معايا. تمام. فده نون ديستركتيف تول للكروب او لتغيير ابعاد الصوره. الكروب تول بتديني اوبشن برضو ان انا اعدل الصوره. احيانا لو انا بصور صوره او بتجيلي صوره مش افقيه او الاستقامات بتاعتها مش مظبوطه، متاخده مثلا بزاويه او بميل، طيب اجي اعدلها ازاي؟ اجي هبص عندي فوق هنا كده الاقي في اوبشن او في 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 حاجه كده اسمها ستريتن بيعدل الصوره. بدوس عليه وهزوم على خطوط افقيه او راسيه عندي في الصوره. طبعا انا لما بزوم مش هعرف اتحرك في الصوره. اتحرك ازاي؟ بدوس على مسطره يتحول الماوس معايا لبان، خلاص، وابدا اشد لغايه لما اوصل لاقرب خط افقي او راسي. في الحاله دي مثلا ده الخط الافقي بتاعي، انا حاسس ان هو مايل شويه، هعمل ايه؟ هدوس على اوله وافضل دايس. شايفين عمل ايه؟ عمل لي انكر او نقطه او مرسى وبيشد معايا خط. هفضل شادد الخط ده لغايه اخر الخط اللي انا حاسس ان هو مايل واسيبه. خلاص. تاني اشد واسيبه. اللي حصل ايه؟ الصوره اتلفت شويه او الخط ده اتعدل. تمام. صح؟ بس الصورة هتطلع لا لا، ده بس عشان يعني انا لو رجعت هنا كده الصورة سليمة. هو اللي حصل ان هو عدل لي الخط ده. هو عدله على ايه؟ ايه؟ عدله على ايه؟ هقول لك انا. عدله على الجريدز بتاعتي، يعني انت لو بصيت كده هتبص هتلاقي ان الصورة اتلفت. يعني احنا ممكن نتحكم في الاوبشنز بتاعت ده نخليه بس ايه فاتح شويه كده. بصوا معايا البروجيكتور كده، شايف هو عمل الكروب ريجن هو اللي عدل وعمل فيه جريد. خلاص، في جريد هنا لو انت لو ركزت هتلاقي في جريد ماشي عندي هنا كده. استنى اوضحها لك كمان. شايف الجريد دي؟ الجريد دي دايما عادله، فانا الخط اللي انا عملته ده مايل، فهو بيعدل لي الخط ده نسبه للجريد العدل اصلا اللي هي هو عارف ان هي عدله او مستقيمه عندي. عشان كده الجريد دي تلاقيها افقي وراسي. تمام. ولو بصيت في الصوره كده هتلاقي ان الكروب بتاعك اتحول اوتوماتيك بحيث ان يغطي اللي هو الابعاد او الريجنز اللي في الصوره اللي فيها بيكسلز. ففي الحاله دي انا لو دوست دلوقتي كروب، لو دوست اوكي الصورة عندي بقت عادلة واخدة ريجن كامل من الصورة. تمام. وفي أي وقت عايز أرجع في الكروب ده بعمل بدوس تاني، بختار الكروب تول وبدوس. هلاقي في عندي كده أوبشنز في الجنب هنا كده فيها أرقام. خلاص، ده اسمها الكروب ريشيو. أنا عايز الكروب بتاعي ده يبقى بنسبة قد إيه؟
هل انا مثلا عايز بريشيو انا بحددها بنفسي انا اللي بدخلها، او عايزها بنسبه عرض للطول يعني هدخل عرض وطول بابعاد بيكسلز تمام، او بالاوريجينال ريشيو او بنسبه الصوره الاساسيه بتاعتها النسبه الاساسيه بتاعه الصوره، او بواحد لواحد مثلا فبيبقى الكروبينج مربع او بنسب مختلفه بقى هو متحدده معايا. النسبه الاساسيه اللي هي انا الصوره دي انا مدخلها للفوتوشوب هي ليها نسبه اوريدي، هو هيتعامل مع النسبه الاساسيه للصوره دي، يعني مش هيتعامل بيتعامل بنسبه العرض للطول بتاعتها. يعني انا لما اتحرك، لما بصي دلوقتي بصي معايا كده، لما بتحرك بيتحرك بنفس نسبه الصوره، الابعاد بتتغير بتاعي بس نسبه الابعاد لبعضها ثابته. بس شايفه لما بحرك يعني بيقطع جزء من الصوره. يعني انا دلوقتي مثلا انا هقلل العرض ماشي، لما بقلل العرض هتلاحظ ان الطول لوحده بيقل معايا، لان دي الاوريجينال، دي النسبه الاساسيه للصوره، مش هيغيرها لي، هيحافظ لي عليها تمام. فده كده عمل لي تعديل للصوره. ده بالنسبه للكروب تول. في حاجه بعد كده ان شاء الله هناخدها الحصه الجايه اسمها الكروب اوير، او اللي هو الكونتنت اوير، ان انا بعمل كروب مدرك للمحتوى اللي جواه. فعلى سبيل المثال ان انا قررت ان انا بعد ما عدلت الصوره، انا عايزها تبقى بالمنظر ده، انا عايز شويه من السماء معايا فوق كده خلاص، وعايز يبقى في جزء من البيوت كده، انا عايز الصوره بالنسب او بالريشيو خلاص، عايزها بالمنظر ده كده. فحصل كروب وظهر معايا الجزء الفاضي ده، الجزء الفاضي ده جزء ما فيهوش اي بيكسلز وما فيهوش اي معلومات. في الحصه الجايه ان شاء الله هنفهم مثلا ان انا ساعه لما اجي اعمل حاجه اسمها الكونتنت اوير او كروب كونتنت اوير، ازاي المشكله دي بتتحل او ازاي بعد كده بعالجها تمام. انما بالنسبه للنهارده هنتوقف عند في الجزئيه الخاصه بالكروب تول او الكروب تول بس لغايه دلوقتي عند الحته دي، وهنبدا نفتح صوره جديده اللي هي الصوره اللي اسمها روم، قصدي اللي هو 7 بيست تورست اتراكشنز، اللي هي الصوره الاخرانيه دي، وافتحها معايا في الفوتوشوب تمام. فتحناها كلنا. الصوره دي برسبكتيف، ومعظم الصور اللي احنا بناخدها بشكل كبير جدا بتبقى صور متهربه او صور منظوريه، لان انا مثلا بالنسبه لمبنى زي ده هو المبنى بالنسبه لي كبير، فانا شايفه بزاويه او بطريقه بفيو منظوري تمام. فاهمين يعني ايه كلنا منظور صح؟ مش معايا؟ طيب الصوره دي هل انا عمودي على الواجهه؟ الواجهه جايه ايه؟ متهربه معايا مجسمه، فده اسمه برسبكتيف منظور. المنظور ده اللي هو انا بشوف الجسم نسبه لوضعي ليه خلاص. ففي الحاله دي المبنى ده اكبر مني وانا شايفه بزاويه من تحت لفوق، فده اسمه منظور عين نمله. انا شايف المبنى بمقياس تعظمي، هو اكبر مني وانا شايفه بيمتد ابعد مني. لو انا مثلا شايف جسم من فوق لتحت، يعني انا اعلى منه وشايفه كله، يعني مثلا زي الموبايل ده كده، فانا مش عمودي عليه، انا شايفه بمنظور، بس شايفه بمنظور بيسمى عين طائر، يعني انا شايفه من فوق ونازل عليه لتحت خلاص. طيب انا معايا صوره زي دي وعايز دلوقتي، انا مش هعرف استفيد بيها وهي منظور كده، انا عايزها اليفيشن، انا عايز ابقى عمودي عليها، اعمل ايه؟ في نفس التول، نفس المنطقه اللي اخترنا منها الكروب تول، هدوس وافضل واقف، هلاقي في تول تحتها اسمها برسبكتيف كروب تول. دوس على البرسبكتيف كروب تول دي تلاقي البوينتر بتاعي اتحول للمنظر ده زائد وجنبه البرسبكتيف. هنبدا نعمل الخطوات التانيه، وانا عايزكم تركزوا معايا ما تشتغلوش دلوقتي، هتشتغلوا دلوقتي مع بعض. هاجي مثلا عند حته زي دي، عند بوينت في المبنى ده خلاص، وهبدا ادوس واشد، اخلق الريجن اللي انا هشتغل عليه. شايفين اللي حصل ايه؟ عمل لي ريجن
او بوينتس او جريد انا بخلق عليها البرسبكتيف او هظبط عليها البرسبكتيف بعد كده. الكنترول بوينتس دول او النقط دي انا هبدا اعدلها بحيث انها تبقى ماشيه مع ايدجز المبنى. فاقوم رايح جايب الكنترول دي او النقطه اللي فوق دي دلوقتي كده واسحبها بحيث ان الخط اللي انا واقف عليه يبقى موازي لايدج المبنى ده. خلاص؟ وعند النقطه اللي هناك دي برضو اقوم رايح برضو ايه جاي ساحبها، او ان احنا هنقوم رايحين هنزوم الاول لان هناك مش على ايدج من المبنى. هسحبها كده عشان تبقى على ايدج وارجع لورا وابدا اشد البوينت دي كمان بحيث انها تبقى موازيه لايدج من المبنى. انا كده ظبطت الاستقامات الافق الراسيه بتاعتي. هظبط الافقيه. هعمل ايه بقى؟ هبدا اجيب ده وانزل بيه لغايه اقرب خط افقي عندي. تمام؟ وهاجي ازوم هنا كده، امسك الكنترول بوينت دي وابدا اشدها بحيث زي برضو ما انا عملت اخلي الخط ده موازي للخط الافقي زي ما انا كنت مخليه موازي للخط الراسي. خلاص؟ اتاكد برضو. تمام، الشكل معقول جدا بالنسبه لي. برضو نفس الفكره للخط اللي تحت ده، هبدا اشد لغايه اقرب خط افقي مستقيم. طبعا انتوا شايفين هو جاي بميل هنا كده، يعني هو المفروض يبقى ماشي مع دول، لا هو جاي هعلى عليهم هنا كده. وابدا اشد اللي تحت ده منظر ده كده. خلاص؟ انا كده الكروب تول او الكروب ريجن بالنسبه لي او النطاق اللي انا بعمل الكروبنج عليه بقى مناسب. هبدا اعمل ايه؟ هبدا ازود الابعاد بتاعته. خلاص هو كده بقى يعني مستقيم على الواجهه بتاعتي اهو كده، ابدا ازود الابعاد بتاعته اللي انا هعمل الكروبنج عليها. خلاص؟ وهقول له ان انا بختار الايمج دي هتبقى فرونت ايمج، يعني صوره انا هاخدها من الوش. فهو السيتنج الفيكست او السيتنج الاساسيه بتاعته ان هو بيقوم رايح واخد نفس، هيخلي لي الصوره دي بنفس الابعاد الرئيسيه بتاعتها اللي هي 31 44 في 20 7 و7. انا لا، انا هصغرها، انا هخلي دي مثلا 25 واخلي دي 15. خلاص؟ وهدوس اوكي. اللي حصل ايه؟ كاني انا واخد الصوره مصورها عادل بالظبط عليها. وطبعا برضو الاجزاء اللي ورا دي اللي بيقولوا ايه؟ بالظبط. ان شاء الله في الحصه الجايه هنتعلم الاجزاء اللي ما بقاش فيها معلومات دي تتعالج ازاي. خلاص؟ احنا كده النهارده اتكلمنا عن حاجات كتير. تمام. لو فتحنا الانستجرام على الصوره دي ده في مثلث عاديه هنطلع قدامها. نفتح الانستجرام فين؟ الصوره الاساسيه. طيب سلام. احنا قلنا ان المثلث عامه اللي فيه علامه تعجب ده معناه ان هو نوت برنت سيف. فاول ما هتدوسي على المثلث ده هتلاقيه قام راح معدل الهيستوجرام عشان تبقى الالوان اللي موجوده فيه في كل الاحوال معناه نوت برنت سيف. يعني حتى لو انت فاتحه الكالرز في الجنب كده هتلاقيها واقف عند اللون ده وعامل نوت برنت سيف. تمام؟ ماشي.
احنا كده النهارده اتكلمنا في جزء الفاندمنتلز متعلق اللي هو المفاهيم الرئيسيه اللي بيتعامل فيها الفوتوشوب مع الصوره، سواء كانت بتماب، سواء كانت راستر ايمج، سواء كانت فيكتورز. اتكلمنا عن الشانلز اللي في الصوره والمعلومات اللي بتبقى في كل شانل. اتكلمنا عن انواع الالوان واللي هو الكالر سبيس او اللي هو مجال الالوان اللي موجود عندي في الصوره. واتكلمنا عن الاديتيف كالر والسبتراكتيف كالرز اللي هو نظريات الالوان الضوئيه والوان الطباعه. واتكلمنا عن ازاي بنختار الالوان او بنتعامل مع الالوان اللي موجوده في الفوتوشوب بكام طريقه. واتكلمنا اخيرا عن الهيستوجرام والكروبينج تول. ان شاء الله هنتكلم الحصه الجايه هيبقى فيها جزء صغير في الاول بنكمل على الجزء بتاع النهارده ده، وهنكمل في الكورس بتاعنا بمحتوى جديد. تمام.